نرجع لمسألة وزارة الخارجية التونسية اللي تأكد أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وأنه يأكد حتى على موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، يقول مفهوم التطبيع يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. هو هذا الموقف العام كما قلت تقريبا تبناها معظم التونسيين، إذا ما نقولوش كل التونسيين تقريبا، ضد مسألة التطبيع، وهي مسألة في المبدأ. علاش مبدأ؟ لأنه احنا نتحدث عن ثورة، عن انتقال ديمقراطي، عن سلطة للشعب، يجب عندها قيم وثوابت. في العالم كل ديمقراطيات عندها قيم وثوابت. هكا في الغرب يتعاملوا، يقول لك تعاملش مع نظام ديكتاتوري، تعامل في حدود مصالح، ولكن تجي فيه ضربة ما يقفوش معها أي نظام استبداد. برشو فرنسا كيفاش تعامل مع الأنظمة هذه الثوابت، أنها ترفض دولة استيطانية. إسرائيل فاتت كل القيم الممكنة في تاريخ البشرية. هذا مجموعة من الناس جاءوا فكوا أرض ناس وقالوا هي متاعنا وخرجوا. مازال إلى اليوم مشكل اسمه مشكل اللاجئين، مازال إلى اليوم مشكل الفلسطينيين في الشتات، مازال إلى اليوم عملية الاستيطان وانتزاع الأرض وسجن الناس وقهرهم وعدم الاعتراف بهم لا كبشر لا كأرض لا كيان. بصرف النظر عن الموقف الفلسطيني الداخلي في علاقة بالمفاوضات في غيره، هذه مسألة مبدأ. هذه دولة تجاوزت كل القيم الممكنة في علاقة بالدول، موش حتى استعمار استيطان. هذه معناها عدم اعتراف بكيان كان موجود في التاريخ. تحب لنا نقول لك نعترف به ككيان؟ مسألة مبدأ جسمه، وأنه إسرائيل وأمريكا ممكن أنها تتكفل بسداد جزء كبير من الديون التونسية لدى أمريكا والمانحين الدوليين، وأنه تونس في صورة العجز لن يكون لها أي حل آخر. رأوا هذا بالطبع أقاويل وإشاعات ولا أساس لها من الصحة. جسمه يلا محمد حمد، يمكن مقال نيويورك تايمز بيدو يجي في إطار هالخدمة هذه الإعلامية اللي تمهد ربما للإدارة الأمريكية باش تضغط على تونس ولا غيره. دونك هذا ماهوش قرآن منزل أنه هبط في هالجريدة هذه. أنا نحب نرجع باش نقول أنه بيان الخارجية يؤكد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في علاقة بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اللي عاشت حمام الشط وعاشت اغتيال أبو جهاد في تونس، وراه في وقت حينها كنا ذهبنا إلى مجلس الأمن وانتزعنا قرار، وتونس الدبلوماسية التونسية أجبرت الولايات المتحده الامريكيه على عدم استعمال الفيتو في ذلك القرار الشهير. دونك هذه ماهيش، ما تتنساش هذه، معناتها نحن ماناش دبلوماسيتنا ماهيش هشه الى درجه انه يعطيونا الاوامر ننصاع. المساله الثانيه، الحديث كما قال رياض انه بعض المثقفين باش يخرجوا علينا تو يبداو سي محمد ديجا بداو، والحديث على انه نحن ديمقراطيه وإسرائيل ولا الكيان الصهيوني ديمقراطية وبالتالي نحن زوج ديمقراطيات في المنطقة، هذا كلام مغلوط. الكيان الصهيوني لم يكن ديمقراطية، كيان غاصب، كيان محتل، كيان يقتل أهلنا في فلسطين، في غزة وفي رام الله وفي أريحة وفي كل شبر من 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 إسرائيل، من فلسطين التاريخية. دونك الحديث هذا لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يمر. التوانسة لن يقبلوا في اعتقادي، مش فقط انه حكام يطبوا، لا الحكام ولا المحكومين يمكن ان يقبلوا يوما ما هالتطبيع هذا. الضغط علينا بالاوضاع الاقتصاديه تي نحن وضعنا هو ونعانيو بطبيعتنا. دونك واذا كان باش نخرج من الوضعيه هذه بالفتات اللي باش يعطيوهن من اجل التطبيع فلا بارك الله لنا فيه. اما تعرف ما اتمناه انا واحد من الناس خليف حقيقه، انه في اطار الانسجام بين مؤسسات الدوله اتمنى انه الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي يدعو كل نواب مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع اللي تقدمت به الكتلة الديمقراطية، وإن شاء الله ما يطلعوناش أنه والله خالد مشعل كلمني وما نعرفش شكون كلمني وقالوا لنا لا راهو التطبيع لا يلزم. ما دام الدولة التونسية ودبلوماسيتها اتخذت هذا الموقف الرسمي المشرف واللي استحسنوه كل التوانسة تقريبا بما أنه ما عليهوش اختلاف، أنا نتمنى أنه البرلمان التونسي يصوت على تجريم التطبيع. أنت علقت على موقف الشيخ راشد في خصوص المغرب وقلت ما تكلمش، وكلام ساعتها مش صحيح، أنا ما حبيتش نعلق عليك. راهو علق وأدان وقال مش معقول وقال صدمه. دونك ما يجرم التطبيع زعما سي محمد ان شاء الله. والله لا اعلم الغيب، ولكن ما عليهوش اختلاف اكيد ان شاء الله ان شاء الله. انا لو كنت نائب ساصبت مع ما تريد ستصوت.
ستصوت ضد ضد التطبيع. لا غالب مانيش نائب مانيش نائب. نمشي ولا خبر حولوا لنا مجلس النواب هنا تنصوتوا نحن. لا 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 يبارك فيك خلينا هكا خلينا هكا خلينا شعور زاد هنا تنعقد لا غير مسموح به ما تخافش البلاد وهذايا بحضوري انا تنعقد الان وحاليا جلسه تفاوضيه بين رئاسه الحكومه ونقابه القضاة التونسيين بحضور رئيسه النقابه اميره العمري للنظر في مطالب القضاة من اجل الغاء الاضراب خاصة بعد رفض الاتفاق الأخير. كان بريفو باش يكون معنا إما أميرة عامري رئيسة النقابة أو وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين، لكن ما زلنا في متابعة لهذا الاجتماع وهذه الجلسة الهامة اللي بعد شوية ربما خلال اللحظات القادمة تنعرفوا شنية مخرجاتها، لكن قبل ذلك تقرير ثم نعود. يبدو أن أزمة المرفق القضائي تسير نحو الحل بعد أن مدت الحكومة يدها من جديد للتفاوض مع نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين. شوط جديد من المفاوضات قد يفضي إلى تلبية مطالب القضاة المهنية منها والمادية، وبالتالي اتخاذ قرار تعليق الإضراب لبلغ 38 يوم. وتأتي الجلسة التفاوضية الجديدة بعد رفض القضاة المنضوين تحت نقابة القضاة التونسيين للاتفاق المبرم مؤخرا بين جمعية القضاة والحكومة واللجوء بها برفض واسع من مهني القطاع باعتباره لا يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم ولا يلبي مطالبهم. إذ تعتبر نقابة القضاة أن الاتفاق الجديد غير قانوني باعتبار أن الهيكل القضائي المخول له الإمضاء لم يكن طرفاً فيها. أما من ناحية المضمون فترى نقابة القضاة أن الاتفاق الحكومي عمق الأزمة باعتباره مفرغ من أي إجراءات وخاصة منها المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف عمل للمرفق القضائي. ويخوض القضاة التونسي منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي إضرابا عاما للمطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وتكريس استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وإبعاده عن التجاذبات السياسية، كما يطالب القضاة بالترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الظروف المادية وسلم التأجير لمهني القطاع، فضلاً عن تعقيم المحاكم وأحدث بروتوكول صحي استثنائي يحمي القاضي والمتقاضي في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا بالمحاكم والمؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع. في نفس السياق تقريبا، لكن هوني نحكي على الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة لاتحاد الشغل اللي ترفض طلب التسخير اللي وجهته وزارة العدل إلى الإدارات الجهوية للعدلية. المكتوب هذا وجهته وزارة العدل للمديرين الجهويين للعدلية، طلبت فيه تسخير عدد من الأعوان للعمل بالمحاكم استنادا إلى ما جاء في الأمر المؤرخ في 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. هذا الموقف نسمعه مباشرة على لسان حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. مساء الخير أخت ملاك، ومساء الخير لكل متابعين قناة التاسعة وضيوفك الموجودين معك في البلاتو. مرحبا بك. إذن وزارة العدل التجأت للتسخير، خليني نفهم موقفكم من هذا القرار وكيفاش باش تتعاملوا معه كجامعة عامة لأعوان العدلية. احنا اختي ملك على ضوء التسخير اللي اصدرته وزاره العدل، احنا خرجنا بيان اليوم في 23 ديسمبر 2020 عنا في رفضنا المطلق لآلية التسخير واللي تتعارض مع الحق النقابي والدستور، ودعينا عموم زملائنا وزميلاتنا الى رفضه وعدم العمل به. السؤال اللي يطرح هوني، شنو اللي يعيق المفاوضات كما قاعد صاير توا مع مختلف الهياكل النقابيه؟ انتم ما يظهر لي حتى اعتصامكم ما زلتوا مواصلين فيه الى بعد غد يوم الجمعه، هو مقرر الى مقرر يوم غضب يوم الجمعه القادم خلال 48 ساعه. احنا حتى اعتصامنا ما زال متواصل الى حين امضاء محضر الاتفاق. احنا اعلنا على مسيرة وطنية يوم 25 ديسمبر مش حضروا فيها كافة الزملاء والزميلات من كافة محاكم انحاء الجمهورية. اللي يعيق انه للاسف الشديد لحنا رئاسة الحكومة وزارة العدل تتعامل بالمكيالين، فهمتني؟ يعني زوز اطراف متداخلين في المنظومة القضائية، واحد تفتح له باب التفاوض وتتفاوض معه مرة واثنين وثلاثة، وللاسف الشديد الاعوان العدليه يعني ما هيش موجوده في برامج وزاره العدل ولا في التفاوض والا حتى في
تفكير سلطة الإشراف أنه بيتفتح معهم التفاوض. هم يعتبروا ربما يعتبروا أنه كتابة المحكمة والعوان العدلية هم الحيط الواطي، يقولوا من الأسف الشديد رقم غاطين في العنوان عوان العدلية رغم الحيط العالي وهم رغم العصب الرئيسي في المرتق العدلي، وبالتالي لا فمش قضاء ناجز ومفمش منظومة قضائية بدون عوان العدلية، وبالتالي هم كم يحبوش يتفاوض معنا احنا مواطنين باعتصامنا إلى حين تحقيق مطالبنا وطلب القطاع. واضح، شكرا لك حافظ بوغرا كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية. الموقف واضح خليفة، تقول لك لا تتعامل بمكيالين كما تتعامل وقاعد تتفاوض وتجلس على نفس طاولة الحوار وتمضي في الاتفاقات مع بقية الهياكل وبقية القطاعات. أنا زادا من حقي ودايوغ حتى الرمارك هذايا ما ثماش مرفق عدلي أو قضائي بدون أعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، تقال حتى على لسان قضاة مساندينهم في هذا. وطبعا مرفق القضاء، يمكن نحكيوا عن القضاء راهو الناس يلزم يفهموا القضاء راهو مش كان السادة القضاة، المحامين، كتبة المحاكم، عدول الإشهاد، عدول التنفيذ، كلها منظومة متكاملة. لازم نعترفوا اليوم أنه هذا المرفق معطل تماما، يعني تقريب واقف بنسبة 90% إذا ما نقولش 100% قليل، يعني في بعض المسائل اللي خلاوهم القضاة مشكورين على ذلك كقضايا الإرهاب أو القضايا القطب المالي أو مسألة مطالب الـ معناها الـ العفو ولا غيرها اللي بعض الاختصاصات. وثم ناس يقول لك حتى نمشيوا اليوم ماناش قادرين لأنه السادة كتابة المحاكم واقفين عن العمل، لأنه تعرف دور كتابة المحاكم حيوي جدا في المحاكم. حاكم القاضي راه يحكم ويدرس القضية ويستصدر القرارات، ولكن كتابة المحاكم هما ماكينة القضاء هناك، هما الآلية الكبيرة اللي توصل الإجراءات وتكتب وتصيغ وتمشي وتجي منطقة كان كتابة المحاكم. إذا كان هم معطين اليوم أسمع تصريح استغربت لزادة خليفة، راهو توصل النقائص نتاعهم أنهم ورق أبيض باش يطبعوا به الأحكام ما هوش موجودة، ما هيش موجودة باش ينجموا يخدموا على رواحهم وبرر، والأحكام تبدا حاضرة راهي سيئة جدا، سيئة الناس أوضاع وهذوم يشتكيوا لمن يلتفت لهم راهو. معناها هما اليوم أخزر أنت ما تقول أنا ما تفاوضش معاهم ونمشي إلى الأقصى وبرا حتى يقع معناها تبخيس هذه الاحتجاجات وهم يطالبوا بالفلوس أو غيرها. شوف قداش خاسرة الدولة والمجموعة الوطنية من أموال الآن بسبب تعطل المرفق القضائي 38 يوم اضراب تقريبا. برا شوف هذاك انعكاساتها على الاقتصاد، راهو المحكمة ماهيش كلها قضايا نتاع خصومات وطلاق وجاني في الأرض وما جانيش في الأرض وحادث مرور، راهي قضايا كلها توزن بالأموال بآلاف الملايين والمليارات من المال هذه القضايا ومردوديتها المالية كبيرة ياسر على الدولة، هذه كلها معطلة. المسؤولية الأولى والأخيرة مع احترامنا ماهوش معناها نشريه في الشبوك مع الحكومة، الحكومة تحمل مسؤولية تفاوض تلقى صياغ احنا ان شاء الله نقولوا تمارس الخلاف. التسخير صحيح. غيره هذا صحيح. شأنها، ولكن الناس في حاجة إلى شغل المرفق القضاء. المفاوضات جارية حاليا بين الحكومة بين نقابة القضاة وأيضا اتحاد القضاة الإداريين، إن شاء الله يتوصلوا الحل، وإن شاء الله في قبل حتى ما نختموا البرنامج نقول لكم على مخرجات هذا اللقاء وهذا الاجتماع ويكون عودة القضاة إلى العمل واتفاق يرضي جميع الأطراف. 30 ثانية أولا مليك، إن شاء الله الحكومة تتحاور مع كل الهياكل القضائية وكل الهياكل الممثلة لأعوانهم على قدم المساواة، وإن شاء الله زاد الهياكل القضائية يتجاوزوا زاد خلافاتهم كما شفنا الخلاف اللي صار بين النقابة والجمعية. ولكن الحاجة اللي بالحق يلزمنا نشيدوا بها الناس كل مناك أنه اليوم كأنه فما جيل جديد من الشباب في القضاء، أعتقد أنه هو اللي باش يصنع ربيع العدل والعدالة في تونس، هذا مهم جدا. نذكركم اللي بعد شوية في نستقبلوا سهيلة العلوني مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس، و أيضا جليلة بن خليل عضوة اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا فيروس، لكن قبل ذلك بقية المتفرقات الوطنية والدولية في رونديفو نيوز.
نفى الاتحاد العام التونسي للشغل ما يروج حول نقل مبادرته إلى رئيس مجلس نواب الشعب بدل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو التشويش على مبادرة الاتحاد، وأضاف في بلاغ له أنه مكن رئيس البرلمان رسمياً من نسخة من المبادرة بطلب منها. دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم إلى تحويل جملة الإخلالات اللي تم رصدها في تقرير محكمة المحاسبات إلى أحكام قضائية بغية تنفيذها، وقال إن مراجعة القانون الانتخابي ضرورة ويجب الانطلاق فيها من الآن قبل الموعد الانتخابي لبلديات 2023. أقر اليوم وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق بوجود صعوبات مالية لشركة الخطوط التونسية بسبب جائحة كورونا، وأضاف وزير النقل أن سنة 2021 ستشهد الانطلاقة الفعلية لإصلاح الشركة والرفع من مردوديتها. نفت المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسمة الجبالية اليوم نفياً قطعياً وقوع أي عملية إتلاف أو حرق أو نقل لوثائق هامة لديها علاقة بملف النفايات الإيطالية. في أخبار العالم، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم تسجيل 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة هذه الحالات. قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بدأت فرنسا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في 2 أو 3 من دور المسنين على أن تشمل بضع عشرات من النزلاء، وفق ما أفاد به وزير الصحة الفرنسي. لاغي سور إيماج، ليلة من اختيار رياض جراد. تفضل رياض. مالك اليوم اختار التصويرة، ما حبيتش نبعد برشا على الموقف المشرف اللي صدر البارح عن الخارجية التونسية وعن الدولة التونسية في النهاية، الموقف من ما يسمى التطبيع. اخترت صورة لطفل تونسي، شبل تونسي، صورة حديثة العهد، يحمل لافتة كتب عليها لا للتطبيع مع العدو الصهيوني. وهنا ملاك، أنا كي نحكي على فلسطين الحقيقة أتحدث عن فلسطين، وفي عيني دمعة وفي القلب حسرة حقيقة. هذه القضية التي لن تسقط بالتقادم، ولن تسقطها لا التطبيع ولا كل صفقات القرن. حين نتحدث عن فلسطين الحبيبة، نتحدث عن فلسطين القضية الإنسانية العادلة، نتحدث عن فلسطين ياسر عرفات، فلسطين محمد رامي الدرة ومن لا يذكر محمد رامي الدرة، فلسطين جورج حبش، فلسطين عهد التميمي، فلسطين العزة والشموخ، فلسطين شعب الجبارين كما يقال، فلسطين القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين. القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان كل مواطن عربي وفي قلب كل الأحرار في العالم. أختم فأقول كما قال محمود درويش، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، وإلى هذا الشبل أقول إنه ليس ثأرك وحدك، ولكنه ثأر جيل فجيل. ونختم ملاك فيما تبقى من ثوان، هي خيانة عظمى. شكرا لك رياض على اختيار الصورة هذه، شكرا لأنه معانيها كبيرة برشا ورمزية برشا. هذا هو لغاية سور إيماج ليلة. رفع السقف ياسر رياض، ما خلناش قدرة على لا تنجبوا على القدرة تفعلوا معاه، لأنه موضوع صورة مهم جدا، وتعرف اللي لا نقاش فيه لكل حال هو حديث الساعة، حديث الساعة مسألة التطبيع، وللأسف أنه أصبح حديث الساعة مسألة التطبيع، لأنه لسنوات خلت ما كانش مطروح أصلا في البلاد العربية الحديث عن التطبيع. وربما هذا كذلك من ضمن المسائل الجانبية السلبية لما حدث في المنطقة العربية على وقع الربيع العربي وتخريب بعض الأوطان كما سوريا والعراق، ثم ناس وجدوها فرصة ومدخلا للحديث عن مسألة التطبيع والتعايش مع الكيان الصهيوني الذي يصعب في كل الحالات التعايش معه.
شكرا لك خليفة، شكرا لك رياض. بعد شوية نستقبل سهيل العلويني مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس، وأيضا جليلة بن خليل أستاذة مختصة في الإنعاش الطبي وعضوة اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا فيروس، نستقبله بعد هذا التقرير لزيد الزيدي. حزمة من الإجراءات الجديدة قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر الجاري والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية إلى غاية يوم 15 جانفي 2021، أهمها مواصلة تطبيق حظر الجولان ومواصلة منع التنقل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، إلى جانب منع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية، إضافة إلى تكليف الهيئات المختصة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. وتابع لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى أثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة وبعض البلدان الأخرى، قررت وزارة النقل واللوجستيك مطلع الأسبوع الجاري وإلى حين إشعار آخر تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية إلى كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، إضافة إلى عدم قبول الوافدين إلى تونس واللي أقاموا أو عبروا هذه البلدان. أما بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا اللي ظهرت مؤخراً بالمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، فيؤكد المختصون أنها تتميز بسرعة الانتشار والتكاثر خلافاً لسابقاتها. من جهتها ادعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز القيود على خلفية ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تفيد أن عدوى هذه السلالة أكبر وقد تؤثر في فعالية بعض أساليب التشخيص. وللتذكير فإن تونس قد سجلت منذ انتشار جائحة كورونا أكثر من 4200 حالة وفاة، منها 1430 حالة خلال شهر أكتوبر فقط. هذا هو تقريبا موضوع الساعة في تونس. سعيدة جدا باستقبال سهيل العلويني مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا على استضافة وتحيتي لكل مشاهدين قناة. شكرا لك على تلبية الدعوة. سعيدة أيضا باستقبال جليلة بن خليل أستاذة مختصة في الإنعاش الطبي وعضوة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا بك وبسادة المشاهدين. مرحبا بك. ننطلق معك جليلة بن خليل، كلجنة علمية أنتم راضين اليوم على اتخذتوه من إجراءات على مستوى واللي أعلنت عليه بصفة رسمية، هي توصيات رفعتها اللجنة العلمية وأقرتها الحكومة كإجراءات رسمية، وزاد هناك ربما بعض اللوم عليكم أنتم كلجنة أنه علاش التوى، علاش نخليوا الناس وكأنها تحضر روحها استعدادا، خاصة نحكي على نهاية رأس السنة، يقول لكم بصفة فجئية ومباغتة تم إنهاء كل شيء وقت اللي ثم ناس حجزت، ثم ناس صرفت فلوسها، ثم ناس عطات ديزافونس. شنو وردتكم على كل هذايا؟ كيفاش جات القرارات وعلاش التأخير هذايا وما علمناش الناس من الأول؟ هو والله أنا ما يظهرليش هو ثم تأخير، على خاطر معناتها هو الإجراءات اللي معناتها نتخذوها نحن تكون بعد تقييم. وعادة كي تشوفوا من الأول استراتيجية نتاع الحكومة واللي معناتها اللجنة العلمية فيها حاجات اللي كانت هي معناتها دفعت لها، احنا التقييم نتاعنا ما يقع كان ما بين معناتها بتنجم كي تعمل إجراء ما تنجم تقيمك الإجراء ذاك كان على الأقل بعد جمعتين وإلا ثلاثة جمعات، هذه معناتها الحاجات اللي مؤكدة علميا ما تنجمش تعمل الامباكت نتاع اون مزور كان بعد وقت معين. بالنسبة لنا نحن وقع في المدة الأخيرة مع تقبل الوضع اللي توا موجود نوعا ما من الاستقرار في معناتها في الأعداد، سواء في أعداد الأشخاص المصابين ولو أنه التحاليل ما كانتش معناتها بصفة كبيرة تتقام، أما إحنا عندنا مؤشرات اللي هي فما نقص نوعا ما وقتها الضغط على المستشفيات، العدد نتاع الأسرة نتاع الإنعاش نتاع الأكسجين اللي وصلت في أحيان فاقت 60 و70% هبطت حتىش 40 و30%، معناتها التو دوكوباسيون نتاع الأسرة هذوما. وكيف كيف في الإنعاش بما أنه هو اختصاصي أنا نقول لك اللي في فما في فترة ما كنا يقعدوا برشا أشخاص يستنوا في الاستعجالي حتى يفرغ سرير نتاع إنعاش. من بعد في الفترة هذيك اللي فقع فيها شوية الاستقرار
السره نتاع الانعاش ما عادش عندك الضغط هذاك. الشخص اللي يستحق كان يلقى معناتها بسهوله سرير نتاع انعاش. بعد كيف هذايا شنو اللي خلى احنا كي خرجنا وقلنا اللي فما نوعا ما من الاستقرار، اما هذايا راهو ماهوش دليل على ان يلزمنا نخفضوا من درجه اليقظه نتاعنا والاليرت. هذايا خلى اللي العباد الكل وراهو سي انترناسيونال، العباد الكل تراخات شوي، فما تراخي في سورتو في تطبيق الاجراءات، خاطر راهو كي تشوف انت الاجراءات هذايا ماهيش جديده معناتها. الاجراءات هذه احنا وصينا عليها من قبل معناتها، وهذه هي النقطه انا اللي يمكن اللي بديت لك بها سؤال، وصيتوا عليها من قبل الى حدود 30 ديسمبر. هذاك علاش قلت لك علاش توا الاعلان؟ لا مش نحكي لك على قبل 30 ديسمبر، نهار اللي اعلن على على الحزمه الاخيره الى 30 ديسمبر، وبعد 30 ديسمبر يعمل الله دليل. دونك الناس قاعده تستنى لاخر لحظه. من بعد البارح بركه صارت الكونفيرونس دو بريس وتم الاعلان على التمديد في الاجراءات هذه حتى يكشي ل 15 جانفي. هذا هو سؤالي عليه، ربما مساله التوقيت. فما حاجات جديدة صارت في اللي هي مثلا ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في تونس، اللي هي مثلا رجع الضغط على المستشفيات وخصوصا على أسرة الإنعاش. توا رجعنا للفترة اللي فيها الأشخاص قاعدين يستنوا في أسرة نتاع إنعاش. باش تفسروا هذا الارتفاع في سيرتو اللي صار، أنت أن سارتان مومون وصل العباد اللي يلبسوا الكمامات وصل كوميم أن تو دو 40% في البوبولاسيون، والمدة الأخرانية هذايا انخفض ياسر. أنت معناتها احنا عايشين راهو في ارتخاء اللي صار. هي من الارتخاء باش تفسروا المواطن ولا متحدي؟ الحكومة تراجعت في الصرامة والحزمة نتاعها، الإعلام ما عادش ولا يواكب باش يزيد يخوف الفترة الأخيرة. هو بالطبيعة كل شيء يعني نحبوا نفهموا علاش الناس هي كلها راهي الحاجات هذه كلها صارت معناتها تطبيق الإجراءات. الناس قاعد يجيو من برا قاعدين تحت المراقبة أم لا؟ الناس حاب تفهم توا علاش الكرب رجع. إيش نقول لك؟ الناس اللي قاعدين جايين من برا الكلهم ما فماش واحد من وقت اللي صارت عندنا توا أكثر من يمكن شهرين ما فماش شخص يدخل تونس ما عندوش بي سي آر كلكو سوا البلاد اللي يجي منها. هذايا احنا متفاهمين فيها وفما الاجراء هذايا. ما هالثقه الاوراق اللي يجي منها. ليش سمو؟ لا نحكي بموضوعيه. بموضوعيه باش نفسر لك. احنا جاتنا معناتها حاجات تقول اللي راهو فما من بلدان يجيو دي تيست بي سي ار ماهمش صحاح. شنو اللي وقتها اللجنه العلميه قالت شنو نعملوا؟ فما لي تيست انتيجينيك رابيد. دونك قلنا في المطارات اللي يدخلوا سورتو من البلدان هذوما اللي شدوا فيهم الواحد يعملوا لهم دي تيست انتيجينيك رابيد. وقع وبدات معناتها العمل بها، وهذايا باش يزيدوا يكثفوا فيه المده هذايا من البلدان اللي جايين من اللي انتشر فيهم السلاله الجديده. وبيان سور دونك الحاجه الثالثه اللي خلاتنا نهار الاثنين نعملوا اجتماع طارئ بالنسبه للجنه العلميه هي انتشارها السلاله الجديده في لونجلتير اللي يلزمنا زاده جوستومون هذايا باش نفهموا بها الوضعيه قبل ما لكن قبل ما نمر للسلاله الجديده. دكتور سهيل العلويني مستشار منظمه الصحه العالميه بتونس، تعودنا احنا الارقام نقراهم زاده كيفاش تتموقع تونس عالميا على مستوى السيطرة على الوباء، على مستوى تفشي المرض، عدد المصابين، عدد الوفيات. منظمة الصحة العالمية وين صلفنا حاليا؟ تقدمنا تأخرنا؟ خطر مؤخرا التصنيفات ما كانتش زادة محمودة برشا. هو على مستوى احنا كنا في وضع جيد جدا في الصيف، وبعد انتقلنا من وضع جيد جدا الى وضع سيء. من هو يحب يحسنها دكتور، قولها كما هي. الوضع الحالي تقريبا احنا من معنا في كل المنطقه، منطقه المروه اللي يسميوها اللي هي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تقريبا متاخرين من الاخر تقريبا. ثم ممكن جزء ايران شويه اعلى منا، ممكن دو بي باكستان جو بونس وايران، هذوما اللي فايتين معناها احسن منا شويه وهم عاليين زاد. خاطر علاش هم وقت يعملوا التحليل يعملوه على النومبر دو لا بوبيلاسيون، معناها عدد احنا 12 مليون، قداش عندك من حاله، قداش عندك من وفاه الله يرحمهم وينعمهم، دونك يقيسوا على ذاك البورسنتاج، واحنا بون واقع عاليين. وهذا اللي يخلي معناها انا نوافق دكتورة على الموضوع، لان في الاخر راهو شوف صحيح اللي كنا باهين، ولكن التحذير جاء من شهر سبتمبر باش نكونوا واقعين. معناها ديجا بدات الكورب تطلع تطلع تطلع،
خذت الاجراءات، كان حسب رايي كانت متاخره شويه، مش فيت فرون ما عنديش صحيح متاخره شويه، اون توكا خذت الاجراءات، وقفتك الكوربه هذيك تقريبا قعدنا سور ان بلاتو، معناها ما هبطناش حقيقه. هو لازم نورمالمون حتى تاخذ اجراءات قويه يهبط العدد نتاع الحالات اللي هي العدوى، وبالذات الوفيات الله يرحمهم وروح عزيزه راهو في الاخر وفيه واحده. دونك قعدنا على البلاتو تو، حتى قبل المعلومه اللي جات هي نتاع التنويع، ما نحبش نسمي السلاله خاطر السلاله هذا كلام المنظمه الصحه العالميه، سلاله معناها حاجه جديده فيروس جديد، لا هو تنويعه من الكورونا اللي موجود حاليا، هي كلمه صحيحه سيت ميوتاسيون. وقت قبل ما تجي هذه ديجا بدينا نرجعوا نطلعوا من جديد، معناها كلامها كلام الدكتوره جليله صحيح، او بدينا نطلعوا قبل ما تجي المعلومه، دونك يلزم ناخذ اجراءات. انا شخصيا كنت نخيل الاجراءات تكون اكثر من ممتازه، مش الاجراءات الجديده اللي خذيناها مختلفه على القيم، هي مش جديده، هي المشكله متواصلة في التطبيق، هو المشكله في التطبيق، هو اي لا هو في الاخر في الاخر هو شوف وقفناه ل 30 ناحيه نفسانيه، الناس كل سحابت اللي اكهوا ل 30 ديسمبر الحكايه مش تقف، و 31 الامور على العال والحمد لله خرج، معناها حتى من ناحيه التواصل معناها مع الشعب حقت حتى على الاقل كيما الان لو 15 جانفي باش جوستومون فوالا المعلومه تمشي راهو باش نواصلوا حتى تمشي ل 15 جانفي، خاطر تو انا ما نجمش نلوم عليهم الناس اللي ديجا حجزوا وعملوا وكذا وصار وهذا صار هذا واقع، نسمع في راديو كي ناس كل راهو نسمع في الاذاعات وتقول في وما ذا تشهريه وما الى ذلك حدث تعدى للبارح تو الوضع راهو صراحه مع التنويع الجديده اللي جات هذيا ما عادش فيها به رجعنا لها قبل التنويع الجديد قبل التنويع الجديده ورجعت لكم مش خليكم مجال عن خاطر نعرف عندكم برشا اسئله فاصل ثم نعود